الذل باستعلاء الكفار علينا، وأن يبلغ بنا الاستصغار والاحتقار إلى درجة أننا نطالب الكفار بأن يرفعوا عنا العقوبات وأن يتركونا نعيش، أيذلنا أكثر من هذا؟ أتكون حرية المسلم وعبودية المسلم لله تحت يد الكافر؟ أيذلنا أكثر من هذا؟ أن ندفع الأموال انكسارا وخضوعا للكفار في الوقت اللي فيه الواجب أن يدفع الكافر للمسلم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا، حتى يعطوا هم، ما نحن، هم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اليوم نحن الصاغرون، نحن الأذلاء. ولهذا قال ذلا، قال العلامة الشوكاني رحمه الله: الذل لما تركت الأمة الجهاد في سبيل الله وتركت الأمة ركوب الخيل التي فيها عز الإسلام وقوة الدين، تبعوا أذناب البقر، من ظهور الخيل إلى أذناب البقر، وهذا من الذل. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نرجع إلى ديننا هو الحل. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة، قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها وصلح ساداتنا من الصحابة وأئمتنا من التابعين وقادة الأمة من الفرسان المسلمين، إنما صلحوا بقوة العقيدة. علينا أن نرجع إلى ديننا أولا بتصحيح العقيدة وتنقية التوحيد، وإلا فمن جعل لله شريكا فليبشر بالخذلان. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الخذلان حليف من أشرك. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الشرك سبب المذلة. علينا أن نخضع لله لا لغير الله، أن نسجد لله لا لغير الله. علينا أن نرجع إلى ديننا، فالمسلم ليس له أن يعبد القبور ولا أن يدعو أصحاب القبور ولا أن ينكسر تحت أعتابهم ولا أن يرجو منهم خيرا ولا نصرا ولا أن يذهب إلى الكهان الذين يكتبون الأحجبة ويدعون علم الغيب ويتعاملون بالسحر ويتعاونون مع الشياطين. إنما ذلت الأمة بسبب أنها انكسرت لغير الله ولم تنكسر لله سبحانه وتعالى. واعلم أيها المسلم أن المسلم يحارب الكفار بالتقوى قبل السلاح. نحن نحاربهم بالتقوى والإيمان قبل السلاح، لأن من اتقى الله نصره الله عز وجل. جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص
قال رأيت قرب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد رجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله يدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما جبريل وميكائيل. الإنسان يدافع بإيمانه. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء من السماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة تقاتل مع المؤمنين. إنما نقاتل بالتقوى أولا. قال النابغة الجعدي واصفا جهاد الصحابة قال أتيت رسول الله إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا إلى أن قال ونحن قوم ما تعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفر. قال لك الخيل بتاعتنا نحن ما بتحيد ولا بتنفر. قال وننكر يوم الروع يعني يوم بخاف الخائفون وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعم حتى تحسب الجون الحصان الأبيض تحسب أشقر من حمرة الدماء. لماذا قاتل الصحابة بهذه الصورة؟ وضح لنا في بيت شعر واحد. قال أبيت على التقوى يعني زادنا نحن في القتال. أول حاجة التقوى. قال أقيم على التقوى بفعلها. أنا ما مجبور. التقوى دين وإيمان عندي ما شعارات. ليس الدين عندهم كما عندنا. شعارات الإسلام ظاهرة لكن في الحقيقة الإسلام ضعيف. قال أقيم على التقوى وأرضى بفعلها وإني من النار المخوفة أحذرا. لما خاف أولئك الله عز وجل خاف منهم الأعداء. أرسل أحد قادة الروم يوم اليرموك واسمه القيقلان أرسل جاسوسا من نصارى العرب إلى جيش المسلمين وجيش المسلمين 36,000 فقط بقيادة خالد وجيش الروم 240,000 8 أضعاف المسلمين. أرسل جاسوسا قال له شوف لي جيش المسلمين ده كيف. فلما عاد إليه قال له رأيت ناسا سجدا ركعا بالليل فرسانا بالنهار إذا سرق فيهم ابن مليكهم أقاموا عليه الحد وإذا زنى فيهم ابن مليكهم رجموه. قال فقال قائد الروم القيقلان قال لئن كنت صادقا فيما تقول فبطن الأرض خير من ظاهرها. لما خاف المسلمون الله خاف منهم الأعداء. أرسل جيش المسلمين إلى أبي بكر في تلك الغزوة رسالة قالوا لو نحن قلة ونريد مددا. فأرسل إليهم رسالة من 3 جمل. يا ريت لو نحن نستوعب الرسالة دي من 3 جمل. قال أنتم جند الله والله ناصر من ينصره ولن تهزموا من قلة. من قلة ما بتهزموا. قال إلا من قبل الذنوب فاحترسوا منها. يا ناس نحن نقاتل بالتقوى بالإيمان.
والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهاد يوصي الجيش بالتقوى. يا أخي حتى مع الأعداء يقول لهم لا تقتلوا امرأة ولا صبيا ولا راهبا في معبده ولا تقطعوا شجرة. جيش المسلمين يحارب وسلاحه الإيمان والعدالة والتقوى والرحمة حتى بالعدو. اليوم خرجت علينا جماعات أساءت إلى الإسلام، جماعة داعش، جماعة القاعدة، غير من الجماعات التكفيرية أساءت للإسلام. ليس في الإسلام هذه الفعائل اللي يفعلوها، قتل لأبرياء، إساءة إلى الدين، قتل المسلمين، ليس هذا من الجهاد الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها المسلمون، قال عليه الصلاة والسلام: حتى ترجعوا إلى دينكم. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.